السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي محبي فتي حسان وقناة فتي حسان، صباح مبروك وجمعة مباركة للجميع. كنتمنى أن هذه الجمعة إن شاء الله تدوز بخير وعلى خير ونستفدوا كاملين. لقد عدنا إخواني أخواتي محبي فتي حسان وقناة فتي حسان، ونتمنى من الله أن تكون العودة ديالنا مباركة. لقد غادي نعطيكم اليوم إن شاء الله لا ديرنيير مينيت افيك ان شوفال اكومبانيون اي افيك اون سيربريز غادي تكون في لاكورس إن شاء الله. دونك بالنسبة لا ديرنيير مينيت ديالنا إن شاء الله غادي تكون هي الرقم 15 لو نيميرو 15. بالنسبة لو شوفال اكومبانيون إن شاء الله غادي يكون هو لو نيميرو 7 الرقم 7. دونك لا ديرنيير مينيت 15 لو شوفال اكومبانيون غادي يكون هو لو نيميرو 7. بالنسبة entre parenthèses un cheval complément attention au 9 attention au 9 بالنسبه للكورسه ديال اليوم mes amis attention 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 راه غادي يقدر يكون ان اوتسايدر في الراس اللي غادي يدخل باكثر من 10 ما بين 10 14 15 غادي يكون ان اوتسايدر في الراس اللي غادي يكون ما بين 10 14 15. علي ميزامي لي لايك الله يجازيكم بخير لي لايك لي لايك ودعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولأول مرة كتشوف القناة ديال فتي حسان يبارك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. والإخوان اللي باقي عندهم الغرض في لابونمون مرحبا بهم، باب الاشتراك لازال مفتوحا وتبارك الله عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.